لقد بينت تصريحات صدرت عن مسؤولي بعض هذه البلدان، بينت بشكل لا لبس فيه من هي الجهات والدول التي عملت على إفشال كل تلك المبادرات، وما هي نواياهم الحقيقية التي لم يبخل مسؤولوها بالبوح بها مباشرة لوسائل الإعلام. هنا نشير إلى ما ذكره السيد الأخضر الإبراهيمي بالأمس وما كرره على مسامعنا اليوم. لمجرد بيانات صحفية تدين تفجيرات إرهابية تحدث عنها السيد الأمين العام للتو في بيانه، وأدانها ببيان رسمي صدر عن مكتبه، كيف يمكن فهم عرقلة إصدار مجرد بيان صحفي لتفجيرات إرهابية أودت بحياة عدد كبير من المدنيين السوريين، علما بأن الأمين العام نفسه كما قلت قد أدان هذه التفجيرات مشكورا بأشد العبارات. لقد قال أحد الوفود في مجلس الأمن مبررا رفضه لإصدار بيان صحفي يدين التفجيرات الإرهابية التي حدثت في جرمان أول أمس، برر ذلك بشكل مشين قائلا أنه لا يملك معلومات. نحن لا نفهم هذا السلوك إلا على أنه دعم للإرهاب وتشجيع على العنف، ونتحدى أن أحدا يستطيع أن يقدم فهما مقنعا آخر لهذا السلوك المتناقض مع كل الأسس الدولية لمكافحة الإرهاب. نعم سيدي الرئيس، الحل هو سياسي بامتياز، سلمي بامتياز، يقوم على الحوار الشامل بين السوريين بامتياز وبقيادة سورية بامتياز. الحل لا يمكن أن يكون مبنيا على مؤتمرات مشبوهة تستضيفها هذه العاصمة أم تلك في تدخل سافر في الشأن الداخلي السوري. عواصم منخرطة مباشرة في سفك الدم السوري، وإلا سيد الرئيس كيف نشرح أن صحفا عالمية معروفة كنيويورك تايمز والواشنطن بوست قد نشرت بالأمس فقط أن دولة مثل قطر قد زودت الجماعات المسلحة بصواريخ أمريكية الصنع ستينجر مضادة للطائرات، وكيف يمكن أن نفهم ذلك بعد أن هددت الجماعات المسلحة قبل أسبوعين فقط بإسقاط الطائرات المدنية التي تحلق في الأجواء السورية وبالاعتداء على البعثات الدبلوماسية، وها هم بالأمس واليوم قد اعتدوا على قوات الأندف؟ ألا يفترض العقل السليم أن نقاطع تلك المعلومات بشكل عقلاني ونخلص إلى نتيجة مفادها أن هناك قوى على الأرض وخارج سوريا ليس لها مصلحة في إنجاح الحوار الوطني الشامل؟ سيد الرئيس، يؤلمنا تماما أن هناك مئات الآلاف من أبناء شعبنا قد تحولوا إلى لاجئين، يؤلمنا ذلك شديد الألم بعد أن كانت سوريا الدولة الأولى من حيث عدد السكان في استقبال اللاجئين من العالم. ١٢% كان عدد اللاجئين في سوريا قياسا إلى عدد السكان،
من أخوة فلسطينيين وعراقيين ولبنانيين وغيرهم. والآن الحكومة السورية قالت مرارا وتكرارا أنها تريد لهؤلاء اللاجئين أن يعودوا إلى وطنهم، إلى بيوتهم، إلى مزارعهم. البعض لا يريد العودة، نعم هذا صحيح، لكن البعض الآخر يريد العودة إلى بلاده، لكن هناك من يمنعه من القيام بذلك. ثم إن هناك من يريد أن يعظم أرقام اللاجئين السوريين من أجل السمسرة الإنسانية بين قوسين. فقد كشفت معلومات مؤخرا أن كل من يعبر الحدود السورية يتم تسجيله على أنه لاجئ، وهذا غير صحيح، لأن هناك أيضا مئات الآلاف من السوريين الذين يتنقلون مع الدول المجاورة ولكنهم ليسوا لاجئين، يذهبون لقضاء حاجاتهم في عواصم دول مجاورة لسوريا ثم يعودون، والكثير منهم بسياراته، ومع ذلك يتم تسجيلهم على أنهم لاجئين. لماذا؟ كي يتدحرج رقم اللاجئين باستمرار وبشكل أسي من أجل الضغط السياسي على الحكومة السورية والضغط الإنساني على اللاجئين أنفسهم. لا يمكن سيد الرئيس إلا أن يقر هذا المجتمع الدولي بوجود إرهاب مسلح في سوريا ترعاه دول بعينها، دول تدعي حرصها على حقوق الإنسان في سوريا لكنها تحكم على شاعر بالسجن مدى الحياة لأنه ألف قصيدة تنتقد أمير بلاده. هذا هو التناقض الذي نحن بصدده في هذه الأيام. سيد الرئيس، هناك أزمة في سوريا، نعم، والأزمة سياسية، وينبغي أن نتصدى لهذه الأزمة السياسية بحل سياسي وليس بحل إرهابي أو حل مسلح أو عبر التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوري. تحدث السيد الإبراهيمي عن ضرورة إحداث تغيير في سوريا، والشعب السوري نعم يؤيد هذا التغيير، لكن هذا التغيير ينبغي أن يكون على مقاس طموحات الشعب السوري وبأيدي السوريين أنفسهم وليس تلبية لأجندات تدخلية خارجية تخلو بالمطلق من أي نية حسنة. نحن نتحدث في هذه الجمعية العامة سيد الرئيس تحت سقف ميثاق الأمم المتحدة، وهو البوصلة التي نتحدث من خلالها، ولذلك فإن مبدأ صيانة السيادة للدول الأعضاء وعدم التدخل في الشأن الداخلي واحترام القانون الدولي وعدم رعاية الإرهاب وعدم تسليح معارضة مسلحة هي كلها أمور من ثوابت هذا الميثاق. لقد أرسلت باسم حكومتي منذ بداية الأزمة وحتى الآن 250 رسالة وجهناها كلها إلى السيد الأمين العام ورئيس الجمعية العامة وأعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء ورؤساء اللجان المعنية بمكافحة الإرهاب. 250 رسالة حفلت بكل المعلومات اللازمة لكي يفهم كل إنسان في هذه المنظمة الدولية ماذا يجري على الأرض.
ومع أننا وجهنا 3 رسائل تتضمن أسماء إرهابيين غير سوريين، بعضهم ينتمي إلى القاعدة مباشرة مع اعترافات رسمية، فإنه لم يردنا حتى الآن أي رد من أولئك الذين يدعون رغبتهم بمحاربة الإرهاب تحت سقف هذه المنظمة الدولية. أترك كل ذلك في عنايتكم سيد الرئيس، وأشكر مرة ثانية دعوتكم الكريمة للسيد الأخضر الإبراهيمي لإحاطة الجمعية العامة علما بتقييمه لمجريات الأمور بعد جولة مشكورة له في عواصم المنطقة وخارج المنطقة. شكرا سيد الرئيس.